اخراج يعني، ونبدا طبعا بالاستاذ احمد سمير المخرج، والاستاذ امين جمال، والاستاذ وليد ابو المجد، والاستاذ شريف يسري، الناس اللي اصرت وانا معاهم ان احنا لازم نتعب في كل جزء، عشان اكيد الواحد لما يتعب ربنا بيراضيه وبيكرمه. والحمد لله ده كانت المفاجاه الكبيره ان الجزء الثالث، لان انا كنت خايف عليه جدا، بس الحمد لله يعني التوقعات كانت الحمد لله والشكر لله. يثير للجدل جدا لفكره ان ازاي واحده تخلف من الجن، وكان الموضوع ده عامل رد فعل كبير في الشارع، انت عملت مع ده ازاي وشفت الفكره ممكن تقلق الناس شويه؟ هي ممكن اصل انت في الاخر انت عايز تعمل سطر تخلي الناس تفكر، وفي نفس الوقت يعني انت لو ما خليتش الجمهور يفكر معاك ويحاول يحل بطريقته وفجأة يلاقي الحل موضوع تاني خالص، ده ما هو ده سر النجاح يعني. ردود الافعال على السوشيال ميديا، الناس افتكرت بلال شامه هو اللي خطف ابنك برضه، فاهم؟ ما اعرفش لقيت الافيه ده، انا مش مركز في السوشيال ميديا. السوشيال ميديا بالنسبه لي اليومين دول انا بعيد عنها تماما، انا احنا جوه اللوكيشن ما بنخرجش، يعني النهارده هو 26 رمضان انا ما خرجتش بره اللوكيشن. يعني عندك ما شاء الله تفاعل رهيب جدا، بعد كل حلقه في افيه لازم يطلع. هم بقى الرجاله بتاعتنا ناس محترمه وناس فاهمه. على مع الناس ابننا جدا طبعا ما كناش متوقعين الردود الافعال والفيديوهات اللي اتعملت عليه والتيشيرتات اللي اتعملت ومحلات صاحب محل بن عامل مداح، وبتاع الشاي اللي عمل مداح، وعبايات المداح، والحمد لله.